السلام عليكم. هناك حرب طاحنة فكرياً على النساء المرتديات للحجاب من أجل التخلي عنه وخلعه والظهور بشكل لا يليق بمقام المرأة الإسلامي. فكم امرأة في العالم اليوم تتعرض إلى ضغوطات ومعاناة كبيرة حسب اللي نشوفه في مقاطع منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي في سبيل الحفاظ على هذه الهوية اللي تدل على الدين الإسلامي، وخاصة في المجتمعات والدول اللي ما تعترف بالحجاب وتشوفه أمر مقيد لحريتها. ولكن في الحقيقة الدين الإسلامي كرم المرأة بارتدائها هذه القطعة من القماش لحتى تكون إلها ستر وحفظ وعفاف وزيادة في حيائها، وهذا يعني أنها جوهرة تصان وتحفظ من أعين من لا يشريها. وكأن هذا الأمر قد يكون أشبه بالجهاد، وخاصة في هذا الزمان، لأن موضوع العفة مو بالأمر السهل أبداً. الله تعالى أكد هذا الموضوع في القرآن الكريم في مواضع مختلفة، نقرأ واحدة منها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ومعنى الجلباب في الآية المباركة هو الثوب الذي يغطي جميع بدن المرأة. الآن تخيل معي، لدينا كفتين، كفة نخلي بيها مجتمع يتربى تحت ظل امرأة محافظة، والكفة الثانية بها مجتمع متربي بين يدي امرأة غير محافظة. برأيكم شلون راح يكون المظهر الخارجي للمجتمع؟ مسألة الحجاب من أهم الأمور اللي أثارت الجدل في المجتمعات على المستوى الاجتماعي العام بسبب أثرها الكبير في تحديد هوية المجتمع. قد تظن بعض النساء أن موضوع الحجاب يعيق مهامها بالمجتمع، سواء كان في العمل أو الدراسة أو البيت أو حتى في الشارع، ولكن أعظم وأصعب مهمة في التاريخ أدتها امرأة وهي بكامل حجابها وأتم عفتها، وهي السيدة زينب ابنة علي بن أبي طالب عليهما السلام، ومن معها من نساء آل الرسول في واقعة عاشوراء. تعالوا وياي نطرح بعض الصور اللي وضحت لنا مسألة الحجاب في حياة السيدة زينب عليها السلام. الصورة الأولى: في يوم عاشوراء سارت السيدة زينب مع أخيها الإمام الحسين عليهما السلام من المدينة إلى كربلاء، وهي بذلك خرجت من خدرها إلى الميدان لحتى تتصدى وتواجه الظلم الموجه للمجتمع الإسلامي. وفي عصر عاشوراء وبعد انتهاء المعركة بقتل إخوتها وأولادها وأنصار أهل بيت النبوة، أمست هي سيدة القافلة الحسينية وانتقلت إلها المهام الأساسية، وعليها أن تقوم بقيادة وإدارة شؤونها. هنا السيدة عليها السلام وجدت نفسها أمام مسؤوليتين: الأولى أن تحافظ على حجابها وسترها وعلى سبايا أهل بيت النبوة ونساء الأنصار، أما الثانية أن تدعم كل من حولها بالقوة والصلابة رغم عظم وثقل المصيبة. الصورة الثانية: في اليوم 12 من شهر محرم الحرام وصلت قافلة نساء آل محمد المسبية والمقتول رجالها والرؤوس محمولة على الرماح إلى قصر الإمارة بالكوفة. هنا حاول عبيد الله بن زياد أن يستفزها ويقلل من شأنها، فسأل: من هذه المتنكرة؟ يعني اللي مغطية وجهها، امرأة بكامل حجابها واقفة بين النساء في أحد زوايا القصر حتى لا يتعرف عليها أحد. فسأل عنها فقيل: هذه زينب بنت علي. فأقبل عليها فقال: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. فردت عليه السيدة عليها السلام بكلمات لم يشهد لها التاريخ مثيلا، قائلة: إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. فقال ابن زياد: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقالت: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم
وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجان. أما الصورة الثالثة فكانت في الشام. تخيل معي عزيزي المشاهد بنت علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء وهي غريبة وفاقدة للأهل والأوطان وإمام الزمان، مسبية تحت قيود الأسر، وقفت في قصر الطاغية يزيد بقوة وصلابة، وما شقت عباءتها من هول المصيبة، بل كانت بكامل هيبتها وشموخها وحجابها. وسمعت يقرأ هذه الأبيات من الشعر: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، فأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. فقامت ووقفت السيدة عليه السلام بوجهها بكل هدوء واتزان، وجاوبت بخطبة نزلت على رأسك الصاعقة، ووضعت كل الحاضرين في عقل مذهول. فقالت عليها السلام: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جدي سيد المرسلين، صدق الله سبحانه كذلك يقول. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وضيقت علينا آفاق السماء، فأصبحنا لك في إسار، نساق إليك سوقا في قطار، وأنت علينا ذو اقتدار، أن بنا من الله هوانا وعليك منه كرامة وامتنانا، وأن ذلك لعظم خطرك وجلالة قدرك، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك، تضرب أصدريك فرحا وتنفض مذرويك مرحا، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور لك متسقة، وحين صفي لك ملكنا وخلص لك سلطاننا. إلى نهاية الخطبة المباركة، وبإمكانكم البحث عن هذه الحادثة ورؤية عظيم عبارات السيدة ومعاني كلماتها الدقيقة عليها السلام. السيدة زينب عليه السلام لما شعرت بضرورة التصدي والمواجهة خرجت ملتحفة بعباءتها لحتى تواجه الصعاب على رمضاء كربلاء. ما سمعنا ولا وصلتنا حادثة تشير إلى أنها عليها السلام تململت من حجابها وعباءتها، أو أنها ألقت بسترها لأنه يعيقها، بل على العكس تماماً. كل من روى واقعة كربلاء وصفها بالعفة والحياء، حيث قال بشير بن خزيم الأسدي: ونظرت إلى زينب بنت علي عليه السلام يومئذ فلم أر خفرة والله أنطق منها. والخفرة هي شديدة الحياء والستر. الواضح من اصطحاب الإمام الحسين عليه السلام أخت السيدة زينب عليها السلام أراد إيصال صوت للمرأة في كل زمان ومكان: أنك أيتها المسلمة الواعية قادرة بحجابك الإسلامي الشرعي أن تقفي مثلما وقفت سليلة الحسب والنسب بوجه طغيان من يسمي نفسه خليفة المسلمين الطاغية يزيد بن معاوية. وأكملت وأتمت رسالة الإمام الحسين عليه السلام على أكمل وجه.